فرح هذا مطب دي بكرة بداية الدوام يعني بداية الأسبوع بداوم وأنا قرفان وعيني مليانة بدموع يا أخي ببغى أداوم خلوني بس أشبع نوم تلقى سالة داوم بدري ولا يجيك راتب مخصوم تصحى الساعة 7 المنبه فوق راسي رن أنطلق أغسل وجهي شغل السيارة وفن تلحق البصمة تلقى مديرك يتصل ويزن أبدأ سابق الزمن وأخيط بينهم كني جن أوصل الدوام وباقي على البصمة كم دقيقة كل الملابس مليانة لازم خارج بأي طريقة فجأة توصلني مخالفة وثمن هذيك الديمة طبعا بعد اللي صار من حتى البصمة اللعينة نفس روتيني معاه اسمع كم كلمه من مديري يعني لازم اسلك اسمع عشان ما يجيب لي غيري نفسي اغمض عين والقى نفسي يوم الخميس القى زميلي صحيني يقوم افطر فول وتميس ابيض فلازم يكون مستوي ضيعته بس في اهم شيء توقف مكان مسموح في بعض المطبات حنروح يسار في بعض المطبات ها تيجي مع مطب وممر مشات هلا حنمر على واحد روح يسار قدام ذا الممول في المطب الكبير شوف انتبهي هذا مطب مع ممر مشات لاحظي مستوي تمام ايوه وابيض واسود واصلا لما بتمشي عليه بتمشي بامان